بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلبة سنة ثالثة ثانوي علوم تجريبية تقنية رياضية رياضيات، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. اليوم جبت لكم حل معادلات، إن شاء الله في الحصة القادمة نجيب لكم متراجحات فيها الدالة اللوغاريتمية. إذا راح نمد لكم المنهاج الصحيح لحل أي معادلة ذات لوغاريتمية. إذا ركزوا معايا، إذا التمرين الأول يقول حل المعادلة التالية: لوغاريتم 6x ناقص 2 بين قوسين زائد لوغاريتم بين قوسين 2x ناقص 1 يساوي لوغاريتم x. أولا قبل ما ندخلوا في حل هذه المعادلة، حبيت نذكركم فقط عن خواص اللوغاريتمية. هنا عندي لوغاريتم x معرفة على r إطوال زائد، ما معنى r إطوال زائد؟ على صفر زائد ما نهاية، إذا على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية، يعني معرفة فقط على الأعداد الموجبة. ثم عندي الخاصية الأولى لوغاريتم أ تساوي لوغاريتم ب، نستعملها في حل المعادلات، يكافئ منطقيا أو إذا وفقت إذا كان أ يساوي ب، يعني نحل لوغاريتم يبقى لي أ يساوي ب. ثم الخاصية الثانية لوغاريتم أ تساوي عدد مثلا ب، هنا A يكافئ منطقيا أن A يساوي أسية B. هذين الخاصيتين راح نستعملهم كثيرا في حلول المعادلات. إذا لحل هذه المعادلة دائما ما راحش نبدأ دائما في الحسابات، لا، هناك أولا قبل كل شيء دائما إيجاد مجموع التعريف، لأن نقلنا في R. إذا ركزوا معايا، واش راح ندير؟ راح نحسب مجموعة التعريف لكل دالة، هذه الدالة راح نلقى لها مجموعة التعريف، هذه أيضا وهذه أيضا. لماذا؟ لأن لازم الحلول تنتمي إلى تقاطع المجموعات الثلاثة. إذا راح نجد تقاطع المجموعات الثلاثة ثم نحسب الحلول، ولازم الشرط الثالث نتحقق أن هذه الحلول تنتمي إلى مجموعة التعريف هذه المعادلة. ركزوا معايا، إذا نبدأ بالدالة الأولى اللي هي لوغاريتم 6x ناقص 2. مجموعة التعريف تاعها هي لازم يكون، نسميها مثلا دي واحد، هي كل الأعداد التي تنتمي إلى R، حيث تحقق الشرط لازم يكون ما داخل اللوغاريتم اللي هو 6x ناقص 2 يكون أكبر تماما من الصفر. إذا نحل هذه المتراجحة، إذا انتبهوا 6x ناقص 2 أكبر تماما من الصفر، يعني ذلك يكافئ منطقيا أن 6x أكبر من 2 نقسم على 6، إذا يكافئ منطقيا أن x يكون أكبر من 1، 2 على 6 هو 1 على 3. نتابع. إذا هذه بالنسبة لدي اف الأولى، إذا دي اف أو دي واحد الأولى ما هي حلول هذه المترجحة أو مجموعة التعريف لوغاريتم 6x ناقص 2؟ هي المجال المفتوح من 1 على 3 إلى زائد ما لا نهاية. ثم ننتقل إلى المجموعة الثانية، ركزوا معايا، إذا لاحظوا معايا، إذا دي 2 حساب دي 2 اللي هي مجموعة تعريف 2 لوغاريتم 2x ناقص 1 سميتها دي 2، هي كل الأعداد الحقيقية التي تنتمي إلى R، حيث تحقق لازم يكون 2x ناقص 1 أكبر تماما من الصفر. نحل هذه المتراجحة، إذا 2x ناقص 1 أكبر تماما من الصفر، يعني ذلك أن x 2x أكبر من 1، إذا x أكبر من 1 على 2. إذا دي 2 مجموعة تعريف دي 2 ماذا تساوي؟ تساوي من 1 على 2 إلى غاية زائد ما لا نهاية. ثم دي 3 الأخيرة مجموعة تعريف لوغاريتم كما نعلم هي، إذا دي ثلاثة هي نعرفها، هي من صفر إلى زائد ما لا نهاية.
اذا ما علي الا ندير تقاطع، عفوا هنا مجال مفتوح، اذا ندير تقاطع دي اه دي واحد، تقاطع دي اثنين، تقاطع دي ثلاثة. اذا انتبهوا معايا، اذا دي تاعي راح تكون دي واحد تقاطع دي اثنين تقاطع دي ثلاثة، عفوا تقاطع دي ثلاثة، وتساوي اذا تقاطع المجموعات الثلاثة راح تمدلي، انتبهوا معايا ندير لكم خط هكذا. اذا الصفر يكون هنا، ثم واحد على ثلاثة واحد 0.33 بالتقريب، ثم النصف، ثم هنا زائد ما لا نهاية، وهنا ناقص ما لا نهاية. اذا كي ندير التقاطع، اذا صفر زائد ما لا نهاية، تقاطع واحد على ثلاثة زائد ما لا نهاية، تقاطع نصف زائد ما لا نهاية. اذا التقاطع تاعهم راح يخرج لي نصف زائد ما لا نهاية. اتمنى ان يكون مفهوم للجميع. اذا حنا مجموعة الحلول لازم تكون، لازم تحقق ان الحلول اللي نلقاوها تنتمي الى المجموعة دي اللي هي نصف زائد ما لا نهاية. اذا نبداو الان في الحلول، ركزوا معايا. اذا نكتب مجموعة التعريف ل دي تساوي نصف زائد ما لا نهاية، راح نستعملها فيما بعد. نبداو في الحلول، واش عندي؟ عندي لوغاريتم 6x ناقص 2 زائد لوغاريتم 2x ناقص 1 تساوي لوغاريتم x. لاحظوا معايا، هنا راح نستعمل احدى خواص اللوغاريتم اللي هي لوغاريتم a زائد لوغاريتم b تساوي a في b. اذا ركزوا معايا، اذا قلت لوغاريتم a زائد لوغاريتم b تساوي لوغاريتم a في b، منه هذه راح تعطيني لوغاريتم 6x ناقص 2 في 2x ناقص 1 تساوي لوغاريتم x. نولي الخاصية الأولى اللي مديتها لكم في البداية، أن لوغاريتم a تساوي لوغاريتم b يكافئ منطقيا أن a تساوي b. إذا هنا، إذا مش عندي؟ عندي إذا هذا يكافئ منطقيا أن 6x، لاحظوا معايا 6x ناقص 2 في 2x ناقص واحد ماذا يساوي؟ يساوي الإكس. ثم نحل هذه المعادلة، إذا ننشر، إذا 6x في 2x 12x مربع، 6x في ناقص واحد ناقص 6x، 6x عفوا ناقص 2 في 2x ناقص 4x مربع، ناقص 2 في ناقص واحد زائد 2، نرد x للطرف الآخر ناقص x تساوي 0. ثم نبسط، إذا 12x مربع ناقص 4x تولي لي 8x مربع ناقص 6x، عفوا هنا 4x وليس x مربع. إذا نعاود، إذا هنا 12x مربع يبقى كما هو، ناقص 6x ناقص 4x تولي لي ناقص 10x، ناقص إكس هنا ناقص إكس معليش نكتبها، زائد 2 ناقص إكس تساوي 0. نتابع، إذا 12X مربع ناقص 11X زائد 2 تساوي 0، وهي معادلة من الدرجة الثانية. واش راح ندير؟ راح نحسب الدلتا. إذا نحل هذه المعادلة، إذا دلتا ماذا يساوي؟ دلتا يساوي ب مربع اللي هو ناقص 11 الكل مربع ناقص 4 في أ في سي اللي هي 12 في 2. إذا دلتا راح يمد لكم 25. كي ندير الحسابات، إذا منه إكس واحد، إذا للمعادلة حلين، دلتا أكبر من الصفر يعني للمعادلة حلين. أكتب لكم، إذا نتابع، إذا الحل الأول قلت ناقص ب، إذا ناقص في 11 تولي لي 11 ناقص جذر دلتا اللي هي جذر 25 على 2 في أ، 2 في 12 تساوي 11 ناقص 5 على 24.
إذا 11 ناقص 5 راح تمد لي 6 على 24. إذا أختزل راح يمد لي العدد 1 على 4. إذا الآن سؤال مطروح، هل ينتمي إلى دي تاعنا اللي هي نصف زائد ما النهاية؟ نلاحظ أن 1 على 4 هي 0.25، والمجال تاعنا يبدأ من 0.5 إلى غير زائد ما النهاية. إذا نقول أنه لا ينتمي إلى دي، ومنه فإنه حل مرفوض. شتو علاه لازم نلقاو مجموعة التعريف؟ إذا الحل الثاني إكس 2، لاحظوا معايا، إذا هو 11 زائد 5 على 24، ويساوي 11 زائد 5 16 على 24 يساوي، إذا كي نختزل نلقاوه 2 على 3. 2 على 3، هل 2 على 3 ينتمي؟ نعم ينتمي إلى دي. إذا على مجموع التعريف، ومنه نقول حلول هذه المعادلة هي S يساوي العدد 2 على 3. أتمنى أن يكون مفهوم للجميع. إذا نتابع الحالة المعادلة الثانية. إذا حل في هذه المعادلة الثانية، لوغاريتم X ناقص 3 زائد لوغاريتم 9 ناقص X يساوي 0. إذا أولا وقبل كل شيء قلت لكم كما عودت لكم، إذا إيجاد مجموعة التعريف أين تنتمي الحلول. إذا حنبدأ بمجموعة التعريف الأولى لوغاريتم X ناقص 3، لازم تكون لوغاريتم X ناقص 3 معرفة إذا كان ما داخل اللوغاريتم اللي هي X ناقص 3 أكبر من الصفر، يعني X أكبر من 3. إذا مجموعة التعريف الأولى هذه تساوي من 3 إلى غاية زائد ما لا نهاية. ثم نلقاو مجموعة التعريف لوغاريتم 9 ناقص X. نتابع، إذا قلت لوغاريتم 9 ناقص X معرفة إذا كان 9 ناقص X يكون أكبر تماما من الصفر. إذا نرد ناقص X للطرف الآخر تولي لي 9 أكبر من X، معناتها بنقراوها من اليمين إلى اليسار يعني X أقل من 9. إذا X ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية 9. ثم واش راح ندير؟ مجموعة التعريف إذا هي دي 1 تقاطع دي 2، إذا اللي هي 3 زائد ما لا نهاية تقاطع ناقص ما لا نهاية 9. واش تمد لي؟ دير لكم مستقيم عددي. إذا ناقص ما 3 زائد ما لا نهاية هو هذا المجال، ثم هنا زائد ما لا نهاية، ثم ناقص ما لا نهاية، ديروا بلون مغاير، ناقص ما لا نهاية إلى غاية 9. إذا التقاطع تاعهم واش يمد لي؟ راح يمد لي المجال 3 9 مفتوح، إذا يساوي 3 9. إذا حل المعادلة تاعي راح نشوفوه على المجال 3 9. إذا نبدأ في الحلول. إذا عندي 3 إكس ناقص 3 لوغاريتم، نكتب المعادلة كما هي أولا، لوغاريتم إكس ناقص 3 زائد لوغاريتم 9 ناقص X تساوي 0. إذا نطبق عليها لوغاريتم A زائد B، إذا تساوي لوغاريتم الجداء X ناقص 3 في 9 ناقص X تساوي 0. الآن واش راح ندير؟ نعوض الصفر بما يساوي، نعلم أن لوغاريتم 1 تساوي الصفر. إذا تحصلنا على لوغاريتم A تساوي لوغاريتم B، إذا الجداء هذه يساوي الواحد. إذا X ناقص 3 في 9 ناقص X يساوي الواحد. لماذا؟ لأني طبقت الخاصية اللي تقول، حنكتبها لكم مرة أخرى، لوغاريتم A يساوي لوغاريتم B يكافئ منطقيا أن A يساوي B. إذا A تاعي هو هذا وبالتالي هو الواحد. أتمنى أن يكون مفهوم للجميع. الآن راح ننشر ونبسط ثم نعود. إذا تابعوا معايا، نتابع. إذا نشرت، إذا تولي لي هنا X في 9 X ناقص X مربع ناقص 3 في 9 27
زائد ناقص في ناقص 3 في ناقص إكس زائد 3، رديت 1 للطرف الآخر يساوي ناقص 1. في الأخير تحصلت على ناقص إكس مربع زائد 12 إكس ناقص 28 تساوي صفر. إذا استعمل دلتا، دلتا يساوي 12 ب مربع 12 ناقص 4 في ناقص 28 في ناقص 1. إذا بالعمليات الحسابية باش ما نطولش عليكم، راح يخرج لكم دلتا يساوي 32. ثم إذا دلتا أكبر من الصفر، إذا للمعادلة حلين. إذا للمعادلة، إذا اللي نسميها مثلا واحد حلين. إذا نتابع، إذا قلت إكس واحد يساوي ناقص ب ناقص جذر 32 في 2 في ناقص 1. ثم جذر 32 كتبته على شكل 4 جذر 2، إذا نستخرج ناقص 2 كعامل مشترك، هنا تولي لي 6 زائد 2 جذر 2 على ناقص 2. إذا نختزل ناقص 2 مع ناقص 2 تخرج لي إكس واحد تساوي 6 زائد 2 جذر 2. الحل الثاني بلا ما ندير العمليات مباشرة راح تخرج لي 6 هنا عوضا زائد ندير ناقص 2 جذر 2. نلاحظ أن هذه إكس واحد بالتقريب هو 8.82. إذا نلاحظ أنه ينتمي إلى المجموعة التعريف تاعنا اللي هي 3.9. ثم الحل الثاني أيضا يساوي بالتقريب 3.17، نفس الشيء ينتمي إلى D اللي هي 3.9. منه 3.9، منه نقول أن حلول هذه المعادلة هو العددان، نبدأ بالعدد الصغير اللي هو 6 ناقص 2 جذر 2، والحل الثاني هو 6 زائد 2 جذر 2. أتمنى أن يكون التمرين مفهوم للجميع. مراجعة موفقة. إلى الملتقى إن شاء الله في تمرينات أخرى على المتراجعات.